يقول: ما حكم الاستماع إلى الموسيقى بدون غناء عند ممارسة الرياضة فقط، خاصة أن معظم الأندية الرياضية تشغل الموسيقى أثناء تأدية التمارين؟ أولا الإنسان يجتهد قدر ما يستطيع أنه يبحث عن نادي ليس فيه هذا الموسيقى أولا. ثانيا إذا لم يجد إلا هذه الأندية يعني يكلمهم أن سكروا موسيقى أو قصروا عليها أو كذا، يناصحهم في هذا الأمر. الأمر الثالث أنه يأخذ معه سماعات يحطها بدونه، سدادات سدل أو سماعات يسمع هو أشياء أخرى نافعة، دروسا أو قرآنا أو أي شيء نافع يسمعه وينشغل عنه. رابعا نفرق بين السماع والاستماع. الاستماع هو التركيز والراحة وطلب سماع هذا الشيء، أما السماع اللي هو غصب عنك هذا لا شيء فيه، لا تلزم بهذا. وأنا أذكر قلت لكم قصة أعيدها مرة ثانية، أحد المشايخ يقول كنا في مؤتمر أو كذا، فيوم الختام جابوا لنا فرقة ترقص قدامنا ودقدقة ورقص وحريم ورجال وكذا من باب الإكرام، يعني عوام اللي عازمهم اللي هو مثل يسمونه مختار أو شيء في البلد أو كذا، فعازمهم حاكم البلدة فعازمهم فجايب لهم فرقة ترقص وتغني كذا، فصاحبنا طلع يعني ما تحمل وخرج ما جلس. فيقول واحد يعني أنكن طام ينظر إلي يعني نظرة يعني استغراب، ليش خرجت يعني احنا مو قاصدين يعني بس تقدر تطلع يعني. فالمهم يقول طلعت أنا، بعدين لما انتهت الفرقة أو مشوها يعني رجعت. فيقول قدر الله من باكر أنا وهذا اللي نظر لي نظرة يعني استنكار كنا في الطيارة مع بعض نبي نطير، والطيارة معروف أن أثناء الإقلاع وأثناء الهبوط تشغل أيضا موسيقى، فلما شغل موسيقى الطيارة طالعني قال انزل يتحرش فيني يقول. فقلت له لا تقس البيض على الباذنجان، يعني أنت لما تجلس والحريم ترقص قدامك جالس باختيارك زين، أنا الحين الموسيقى هذه أسمعها غصب علي. يعني نفرق بين الإنسان اللي يسمع وهو مشتهي وبين اللي يسمع وهو مغصوب. مثل أنت رايح السوق بتشتري شيء وفي موسيقى وما تقدر، لا تملك أنت أنك تسكرها طيب، فهذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى. فكما قلت لك يبذل الأسباب التي ذكرتها قبل أن يعني يقع في هذا الأمر.